هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفاني، دار السلام وجنة. أحمدك ربي وأستعين بك وأستهديك وأصلي وأسلم على حبيبك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، وبعد. في بيوت الجنة لما عرفنا أسماءها وعرفنا بعض المساحات، تعالوا نشوف مساحات ونشوف معها شوية تصاميم إنشائي على معماري. في الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تراءون الكوكب الدري الغارب أو الغابرة في المشرق والمغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء. قال والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. بس كده، من صعبش الدين، آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، دول اللي موجودين في بيوت من الجنة اسمها الغرف. ساعات احنا نفتكر ان الغرفة دي حاجة صغيرة، في اللغة العربية الغرفة هي حاجة كبيرة، عشان كده اقولك الغرفة التجارية، غرفة التجارة والصناعة، ما بتبقاش أوضة بقى، تبقى مبنى ضخم. بس هنا الرسول صلى الله عليه وسلم عشان يقول لنا مساحة البيت ده، استخدم لنا اسلوب غاية في الروعة وغاية في البلاغة. تعالوا نتخيل قال ايه الرسول صلى الله عليه وسلم. بيقول لنا بالبلدي كده، عارفين وانتوا قاعدين في الدنيا، بصوا فوق كده للسماء، شايف النجمة اللي في السماء دي، انت شايفها نقطة بس، هي قد ايه؟ هي ضخمة جدا، لان المسافة بيننا وبينها حوالي ملايين الكيلومترات. اهي المسافة دي اللي خليتك تشوف النجمة الضخمة جدا اللي قد الارض ملايين المرات نقطة، هي المسافة اللي أهل الجنة وهم في الجنة، اللهم اجعلنا منهم، يبصوا لناس تانيين في الجنة يشوفوا بيوتهم نقطة في السماء، زي ما انتوا بتشوفوا النجمة نقطة في السماء. إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف زي ما انتوا في الدنيا تراءون الكوكب الدري الغابر أو الغارب في المشرق والمغرب. الغرف دي أكيد مساحتها كبيرة قوي، لأن هي في المسافة البعيدة جدا بين نقطة، إما مساحتها ضخمة جدا، لكن يا ترى تصميمها إيه؟ في الدنيا الإنشائيين لما يكون عندهم تحدي تشالنج يصمموا هاي رايز بيلدينج، مبنى متعدد الطوابق ناطحة سحاب. أعلى مبنى موجود في الدنيا دي كلها موصلش لغاية النهاردة لألف متر، لكن ربنا بيقول على أهل الغرف دي إيه؟ مبنى متعدد الطوابق، لكن الذين اتقوا، اللهم اجعلنا منهم، لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف، غرف من فوقها غرف مبنية. وجزء من التصميم الإلكتروميكانيكي ما بتجريش من تحتها المجاري والصرف الصحي، تجري من تحتها الأنهار. يعني لما تبص من البلكونة كده من الشرفة بتاعت البيت تشوف الأنهار، جزء من التصميم بتاع الموقع العام. ناخد بيت كمان قبل ما الحلقة دي تمشي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا في حديث جميل قوي بيخاطب فيه سيدنا بلال، بيقول له يا بلال بما سبقتني إلى الجنة، كلما دخلت الجنة سمعت خشتك أمامي. الصوت كده لما واحد يمشي على ورق شجر أو يمشي على ورق فيحصل خرفاشة كده. وإني دخلت البارحة الجنة. ناخد بالنا بقى، فإذا أنا بقصر مربع مشرف من ذهب. قلت سبحان الله، لمن هذا القصر؟ قيل لي لفتى عربي، قلت أنا عربي. قيل لفتى من قريش، قلت سبحان الله أنا قرشي. قيل لرجل من أمة محمد، قلت أنا محمد عليه الصلاة والسلام. قيل لي هذا قصر عمر بن الخطاب. فالتفت فإذا جارية تتوضأ، فهممت أن أنظر إليها لولا أني تذكرت غيرتك يا عمر. فبكى عمر رضي الله عنه وقال منك أغار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه اللي حصل في البيت ده؟ البيت ده عبارة عن قصر مربع، تصميم معماري مشرف، يعني ليه شرفات، يعني القصر ده ليه بلكونات، قصر مربع
ليه بلكونات، ومادة البناء من ذهب، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا بوضوح ان ده قصر سيدنا عمر بن الخطاب. اما القصر الرسول صلى الله عليه وسلم شكله ايه؟ نشوف مع بعض الحلقة الجاية. لغاية ما نتقابل، سلام عليكم.